اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هبدا بكريم سعيد واحمد ثابت مره ثانيه، هنتكلم عن منتخبنا الوطني. يا احمد خليني ابدا معاك وطريقه اللعب او اللعبه اللي كان بيلعب عليها كارلوس كيروش. طبعا منتخب مصر لعب برضو بالاربعه 4-3-3. تعال نشوف اول حاجه الثلاثه الارتكاز بتوعنا كانوا مين. عمرو السوليه كان بيلعب في المركز 6 اهو، والنني هو اللي واخد الجنب اليمين، وعبد الله السعيد هو اللي واخد الجنب الشمال. حصل اربع تغييرات في الماتش ده، عمر كمال، ايمن اشرف، عبد الله السعيد، عمرو السوليه. اربع تغييرات في منتخب مصر عن الماتش اللي فات. ايه هي اللعبه اللي كان بيلعب عليها كارلوس كيروش او الفكره اللي بيحاول يطبقها من ساعه ما جه؟ اول حاجه تعالى نبدا في اثناء تحضير الهجمه، اللعبه اللي بيلعب عليها النني اهو معاه الكوره، تعالى نشوف المساحه اللي هي بنسميها انصاف المساحات، مين اللي بيتحرك فيها؟ محمد صلاح. محمد صلاح دايما بيدخل لجوه وبيفتح المساحه لعمر كمال عبد الواحد، دايما اللي بيعمل الاوفرلاب. محمد صلاح بيخش بوشه زي ما شايفين اهي الصوره اهي، بيتحرك وبيخش بوشه لجوه عشان يستلم من النني، عشان يقوم فاتح وشه زي ما احنا شايفين كده بعرض الملعب للمساحه الثانيه الخاليه لمين؟ لعمر مرموش. عمر مرموش بيبقى دايما في اخر الملعب فاتح دايما عرض الملعب. عمر مرموش على الطرف، محمد صلاح بيخش لجوه يقوم عامل له التمريره الطوليه لمين؟ لعمر مرموش. دي لعبه اولانيه. اللعبه القرار الثاني وبشكل واضح جدا في الكره اللي جت في القايم، مين اللي معاه الكوره؟ محمد النني. مين اللي بينزل يستلم؟ محمد صلاح اهو داخل ليه؟ لجوه. دايما صلاح داخل لجوه، بيتحول هو صانع الالعاب بتاع منتخب مصر، وعمر كمال عبد الواحد بيقطع لبره. ادي محمد صلاح جاي بوشه، فين اللي اخر الاخر خالص اهي؟ في الاخر خالص اخر لاعب جاي عمر مرموش. محمد صلاح بيقوم لاعبها لعمر مرموش اللي فاتح دايما بيشاور له. عمر مرموش وقف الصوره ثانيه واحده يا استاذ سمير، ارجع هتلاقي مع عمر مرموش بيشاور بايده لمحمد صلاح. الجمله اللي بيلعب عليها كارلوس كيروش مع المنتخب، وهي لو كانت جت جون كانت هتتبروز بصراحه، لكن هي حظه ان هي خبطت في القائم. اللعبه دي اللعبه الوحيده اللي شفتها لكروش من ساعه ما جه مصر بيلعب عليها، ان هو عايز يدخل صلاح لجوه كده، وعمر مرموش اهو بيشاور لصلاح انا هتحرك في المساحه اللي ورا الباك اليمين بتاع المنافس بتاع غينيا بيساوي يعني، عشان محمد صلاح يقوم لاعب الكوره العرضيه او التمريره القطريه لعمر مرموش. عمر مرموش بايه؟ تعالى الصوره اللي بعدها بقى، عمر مرموش هتلاقيه بيعمل الكوره بالعرض لمصطفى محمد اللي بيقطع على القريبه، هم متحفظينها. ادي عمر مرموش بيلعبها لمصطفى محمد، بيقوم شايطها اللي خبطت في القايم. دي احسن لعبه بيلعب عليها كارلوس كيرو، او دي اللعبه الوحيده اللي شايف ان هي فيها امل شويه، او اللي ممكن يعني الشغل بتاع كارلوس كيروش، البصمه الوحيده لكارلوس كيروش الوحيده. ده طبعا محمد صلاح لما بيخش لجوه وبيشوط، ده حل من الحلول الثانيه اللي هو بيحاول نوعا ما يطبقها. تمام، تكمله للكلام ده يا كابتن اسلام، برضو نشوف الجزء اللي لعب عليه كيروش على ايمن اشرف، وازاي ايمن اشرف فعلا كان واحد من الاوراق الهجوميه لمنتخب مصر في المباراه دي، مع طبعا الرصه بتاعه الرباعي الامح. هنا بنشوف بدايه اول 10 دقائق اللعبه دي اتلعبت كتير قوي منتخب مصر، ان ايمن اشرف بيخش على مركز الجناح الايسر، عمر مرموش بيخش مهاجم تاني جنب مصطفى محمد، ومحمد صلاح فاتح الجبهه على الناحيه اليمنى. ايه الفكره ببساطه؟ الفكره ببساطه ان عمر مرموش بيسرق الفول باك معاه وبينزل بيه عشان ايمن اشرف يبدا ياخد المساحه الاماميه. طيب اللعبه دي كان ينقصها ايه عشان واضحين مع بعض؟ الباس. عمر مرموش انا حاسس ان هو عنده ازمه، هو لعيب ممتاز جدا ومهاري جدا، وحتى اللعبه اللي جابها احمد استلم فيها الكوره بمهاره عاليه جدا، لكن عمر مرموش ازمته ان هو بيلعب كتير في المانيا كسترايكر صريح، لما بيتحط على الوينج هو عقليته بتتحول لعقليه فينيشر، انا عايز انهي هجمه. هو لازم يعرف ان الجناح لازم يلعب مع زمايله اكتر ما يفكر في الفينشنج. طيب تعال نشوف لعبتين اتيحوا لعمر مرموش وتصرفه فيهم كان تصرف سيء. هنا لو نجيب الصوره اللي قبليها ونشوف عمرو السوليه، طبعا مايسترو الفرقه، بينده لعمر مرموش بيقول له انزل استلم مني الكوره عشان نعمل الجمله اللي احنا اتفقنا عليها. ادي الاشاره بتاعت عمرو السوليه بيشاور لعمر مرموش انزل خد مني الكوره. عمر بينزل فعلا في الصوره اللي بعديها، بيستلم الكرة وبيسحب معاه الفول باك، أو الفول باك اتسحب معاه في اللعبة عشان النهاردة يخش أيمن أشرف يسرق كل المساحة اللي وراها سواء من الجناح. هنا نقف هنا في اللعبة دي، عمر عمل 70% من التكتيك،
يتبقى اهم جزء في التكتيك الباس. ان انت الباس ان انت لازم تعمل يعني. الباس هنا لايمن اشرف عشان ينفرد بمرمى، وهنا ببساطه ايمن لو خد الكوره هيحطها ار2 في البعيد، او حتى ممكن يمررها مصطفى محمد يحط الكوره جون، خلصت اللعبه. عمر مرموش عشان هو عقليته عقليه فينيشر مش عقليه بلاي ميكر، عمل ايه بقى؟ قعد انا اسف يعني في اللفظ دخل لجوه كتير قعد يتحنجل بالكوره، هوب دفاع يعني ماشي يتحنجل اسمها يعجن بالظبط، هو عجن في الكوره فعلا وضاعت. طيب نجيب كوره ثانيه نفس الكوره، عمر مرموش عمل 70% من الهجمه الصح، استلم الكوره ودخل بيها للعمق، مصطفى محمد نزل له عشان يعمل معاه الوان تو ويديها له في المساحه الفاضيه اللي قدامنا. عمر برده ما فكرش تفكير صانع العاب، وفضل انه يفكر بطريقه اللي بيفنش الهجمه، وشاط الكوره الشوطه السيئه اللي خلى مصطفى محمد يقول له يا راجل حرام عليك، امال انا واقف بعمل ايه؟ فدي نقط لازم برده هنا بصراحه ما اقدرش اعيب على كيروش فيها في الشوط الاول، لا ده عيب لعيبه، اللعيب هنا ما نفذش التكتيك المتحفظ عليه، لانه واضح احنا الشوط الاول فعلا لعبنا بشكل منظم ولعبنا بشكل مدروس، لكن تنفيذ اللعيبه في الشوط ده ما كانش الافضل، عشان كده خرجنا من الشوط ده متعادلين سلبيا. صح. في الصوره معانا برضو في بقيه الشوط الاول، اخر حاجه في الشوط الاول كان بس في عيب في منتخب مصر، الشوط الاول قدمنا اداء كويس نوعا ما احسن من المباراه اللي فاتت، بس كان في مشكله دايما في وسط الملعب، دي مشكله منتخب مصر في المباريات. يعني بص يا كريم المساحه قد ايه؟ بص يعني ادي عبد الله والسوليه والنني، بص المساحه قد ايه؟ مفيش حد بينزل يستلم دايما في الحته دي اللي هي انصاف المساحات او الزون 14، مشكله دايما منتخب مصر تحس ان احنا مفتقدين قفشه في الحته دي بصراحه. طبعا لا طبعا طبعا يعني الحته دي تحس ان قفشك يعني هو للاسف الشديد او مش للاسف ما اعرفش، هي وجهه نظر في النهايه، طارق حامد وقفشه الاثنين فارقين في ايه؟ وبانت جدا في ماتش زي ده ان انت ما عندكش الخشونه الهجوميه الدفاعيه اللي في وسط الملعب، يعني بوجود عمرو السوليه اللي ماي اللي قدامه بيعتبر بلاي ميكر اكتر من ان هو بيلعب ثالث او بيلعب في نص الملعب، ما لقيتش طارق حامد، وكان النني نفس الكلام خلي بالك، صح، ومقعد حمدي فتحي وما لقيتش طارق حامد، صح. على الجانب الاخر ما لقيتش في الجزء اللي حضرتك بتتكلم فيه ده يا احمد، ما لقيتش محمد مجدي قفشه، هما دول اللي انت الاثنين اللي كنت محتاجهم في ماتش زي ده وبطريقه لعب زي دي، لكن هي وجهات نظر. وظهر الكلام اللي احنا كنا بنقوله قبل البطوله ان عبد الله السعيد ما بيكملش 60 دقيقه، مش هيقدر مش هيقدر، حرام يعني حرام برده بصراحه يشيله فوق طاقته هو، فاهم؟ بالظبط. فالمساحه دي كانت مشكله كبيره، لازم كروش يجد لها حل في الماتشات الجايه. تعال بقى نشوف الهدف وايه اللي حصل في قصه الهدف، قصه برده في ادوار كويسه جدا في الهدف ده. مين اللي بادئ الهدف؟ حجازي فين؟ متقدم لوسط الملعب. بص محمد صلاح فين يا جماعه، خلي بالكم من تحرك محمد صلاح بيتحرك اهو. طبعا الطريقه اتحولت في الشوط الثاني ل 4-4-2، ودى صلاح كراس حربه، صلاح هنا بيحاول يسرق المدافع، حجازي بيمررها له، بص صلاح فين بيسرق المدافع اهو، عمر مرموش هنا، السوليه طبعا مايسترو الفرقه، لعيب عظيم طبعا السوليه، بيلعبها صلاح اهو، المرموش هات اللي بعدها على طول. بص بقى السوليه بيعمل ايه، السوليه هنا كل الاربع مدافعين عينهم على السوليه، السوليه هنا قدامه حلين، الحل الاول يا يباظي لمين؟ لزيزو ناحيه اليمين، الحل الاسهل وده الحل الاسهل. الحل الثاني يعمل ايه؟ يشوط، لان هو مميز بيه يعني يشوط كده، ده الحل الثاني. طب الحل الامتع واللي هو يعني في حل جيد وحل جيد جدا وحل امتياز، ان انا اعمل التمريره السحريه دي لمحمد صلاح اللي ضحك على المدافعين اللي هو جاي، شوف محمد صلاح بدأها بعدين سرق المدافعين ورجع ورا عشان يكسر مصيده التسلل، ودي حركه مهاجم بيلعبها ليه عمرو السوليه، عمرو السوليه بيلعبها ليه محمد صلاح، طبعا عامل زي القناص بسم الله ما شاء الله محمد صلاح. اولا ميزه التحرك، احد تحركات المهاجم اللي هي مفروض تكون موجوده في راس الحربه ان هو يرجع لورا ويكسر مصيده التسلل، دي محمد صلاح عملها بامتياز. الحاجه الثانيه الفينش، عشان يضمنها عمل فينش ممتاز من محمد صلاح بصراحه، وتمريره اسيست ولا اروع من عمرو السوليه. تمام. اخيرا انا كنت اشدت بكيروش في اللعبه اللي كنا عليها في عمر مرموش، تعال بقى طبعا ما ينفعش نعدي الحلقه من غير ما ننتقد كيروش، لانه طبيعي انه لازم يعمل غلط. ترند كده اليومين دول. طبيعي لازم يعمل غلط. دي حاله من الشوط الاول بنؤكد فيها ان المنتخب المصري بيلعب مهاجم صريح رقم 9 بيبقى شكلنا في الهجوم طبيعي وتقليدي. عمر كمال لو هو جيت نظري كان نجم المباراه الاول في المباراه دفاعيا وهجوميا بصراحه، بياخد الكره من الطرف الايمن شفناها كتير، مصطفى محمد واحد داخل منطقه الجزاء بيجري عبد الله السعيد كعادته وعمر مرموش عشان يساندوا مصطفى محمد داخل المنطقه، فكده يبقى عندنا ثلاث مهاجمين، ومحمد صلاح بيامن السكند بول لو طلعت بره
منطقه الجزاء. ده بسبب ايه؟ بسبب ان احنا بنلعب بمهاجم 9 صريح، طريقه طبيعيه. انت عارف انا اللي فارق معايا اكتر في الكلام اللي انت بتقوله ايه؟ ان مصطفى خد 2 معاه بالظبط بالظبط، وهجام ومهاجم ومفضي لك جزء كبير جدا ورا الاثنين، وقوي بدنيا بحيث انه يقدر يعمل جامب معاهم، يقدر يتخانق، يعمل كل حاجه. طيب يعني هي لو اتعمل الاوفر صح لعبد الله السعيد ورا رقم 22 جول صح، بس الهجمه كانت الاسلام طبيعيه ماشيين صح. تمام. طيب نقارن منها بقى بهجمه حصلت في الشوط الثاني لما هو طبعا عمل التغيير الاختراعي بتاعه ده اللي هو بينزل زيزو، بس لحق نفسه برضو يا اخي الماتش ده ونزل مش مختلف شريف. والله مش مختلف، وجبنا جون محمد صلاح مش مختلف، بس بنلعب غلط. ليه بنلعب غلط؟ ببساطه نشرحها للساده المشاهدين. محمد صلاح عليه سبوت لايت، هو المهاجم الصريح بتاعنا، وبالتالي محمد صلاح مع ليفربول لما يورجن كلوب بيحطه في المركز ده هو بالنسبه له فولس ناين، لان ليفربول عنده كم سرعات فظيعه. طيب محمد صلاح استلم الكوره مين على الجناح؟ زيزو، لكن في الجانب الامامي احنا صفر، ما عندناش نفس الشكل اللي شفناه في الشوط الاول. طيب زيزو طبيعي هياخد الكوره كجناح، هياخد الكوره ويبدا يجري بيها عشان يرمي الكروس. نجيب الصوره اللي وراها ونشوف شكلنا عامل ازاي، ومحمد صلاح هو المهاجم الصريح بتاعنا. احنا وحيدين، محمد صلاح للاسف مش هيقدر واحد وسط 4 مدافعين وقدامهم كمان ادي هاف ديفندر، ما يقدرش ان هو يعمل معاهم حاجه، فبالتالي زيزو اجبر ان هو يلف ياخد يو تيرن ويرجع بالكوره مره تانية ويدور الكوره. حتى ايفن بقول بكل صراحه لو كانت اللعبه الوحيده جبنا بيها الهدف محمد صلاح هو المهاجم، لكن لعبه استثنائيه مش هي الديفولت، ما ينفعش نعتمد عليها، لازم نعتمد عليه. لو انت النهارده نزلت زيزو ما ينفعش طلب زي محمد، او تعوض ده بنزول محمد شريف، لكن فكره ان محمد صلاح يبقى هو المهاجم الصريح، احب اقول لك روش احنا مش ليفربول وانت كمان مش يورجن كلوب عشان تقدر تنفذ اللي صلاح بيعمله في ليفربول يعمله معانا في منتخب مصر. تاكيدا تاكيدا لكلام كريم، معانا مقارنه ارقام، مقارنه ما بين ارقام مصر في الشوط الاول وارقام مصر في الشوط الثاني، ده بتاكد كلام كريم. المشكله احنا عملنا اداء كويس في الشوط الاول واداء مصر كان هايل، بس المشكله كانت في التغييرات في الماتش ده. تغييرات كروش مصطفى محمد زي ما كريم قال كان بيروح وبياخد عامل عمق هجومي، بياخد 2 مدافعين معاه بيريح. بص حضرتك المقارنه ديت، استحواذ مصر في الشوط الاول 69%، الشوط الثاني 53%. ايوه. عدد المحاولات الشوط الاول 11، الشوط الثاني 6، وهتلاقي منهم برضو واحده قبل ما يخرج مصطفى محمد. عدد المحاولات الصحيحه 2 و2، وده برضو بيأكد ان احنا عندنا مشكله في الفينش لسه، حته الفينش لو ظبطت هنبقى احسن. بص بقى عدد العرضيات يا كريم، 21 عرضيه في الشوط الاول، الشوط الثاني 9 بس. عدد التمريرات 235 تمريره لمصر، الشوط الثاني 194. الضربات الركنيه اخذنا 7 ضربات ركنيه في الشوط الاول، الشوط الثاني ضربه ركنيه واحده. فوز بالالتحامات الثنائيه 28 التحام في الشوط الاول، الشوط الثاني 22. طب الارقام دي بتقول ايه؟ بتقول نفس كلام كريم بالظبط، ان فعلا في مشكله في التغييرات. ودي ارقام سيئه المنتخب متعادل الشوط الاول وعايز يرجع تاني. ايوه دي ارقام سيئه جدا، ده المفروض تتعكس. يعني انا لو متقدم وفي الشوط الثاني اقول ايه اهدي اللعب اوكي ماشي، انما انا متعادل في الشوط الاول في ارقامي هدي اللعب مع منتخب ما اعرفش. ماشي ماشي، بس فنتمنى بس احنا فرحانين والحمد لله. يعني الشكل ايه؟ احنا فرحانين. عارف اللي هو يعني بعدنا عن الجزائر. الحمد لله مفيش جزائر خلاص، الحمد لله مش بايدينا. هم مش بايدينا احنا، وبعدين يا عالم ما تعرفش برضه ايه اللي هيحصل. ربنا عالم بالحال يا كابتن اسلام، ربنا غلابة بصراحة. عموما كل التوفيق لمنتخبنا الوطني ان شاء الله في مباراته يوم الاربعاء القادم، مباراه مهمه وهنشوف يعني ساعتها ان شاء الله برضو هنتكلم مع حضراتكم ونبقى على الهوا عشان نعرف ايه اللي هيحصل في هذه المباراه الهامه جدا امام المنتخب السوداني. ومش زي ما ناس كثيره بتقول ان المباراه مضمونه، المباراه صعبه جدا مع منتخب كبير وقوي اكيد ويضم مجموعه من الشباب اللي عايزين يثبتوا نفسهم برضو. بس احنا كسبناهم في كاس العرب اكيد 4-0، هي كبيره، واعتقد برضو طبعا كامل احترام لكل المجهودات الفنيه بقدمها منتخب السودان، بس اعتقد ان احنا قادرين ان احنا نكسب ان شاء الله ونامن طبعا المركز الثاني. لعل وعسى لعل وعسى سيراليون او غينيا الاستوائيه يعملوا مفاجاه وحد فيهم ياخد الصداره يا كابتن اسلام، ويبقى كيروش ده راجل بصراحه مبروك. مبروك. راجل مبروك. واحنا عايزين ايه غير شويه ناس مبروك. ما هو بصراحه مش تمشي غير بالتوفيق والحظ بصراحه في وسط الاخطاء الفنيه اللي احنا بنعملها.
منتخب السودان متغير خالص عن بطوله كاس العرب، مفيش غير محمد عبد الرحمن بس، هم بيلعبوا بمنتخب شباب كله. نتمنى ان شاء الله ان يكون التوفيق حليف منتخب مصر، وان شاء الله يعني نصعد تاني باذن الله مع نيجيريا ان شاء الله، وباذن الله يعني ربنا ان شاء الله يكرمنا باذن الله وناخد البطوله يعني يا رب ان شاء الله. عموما دي كانت حلقتنا النهارده، زي ما حضراتكم عارفين بكره ان شاء الله مباراه النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي، واحده من مباريات الكلاسيكو، كلاسيكو كره القدم المصريه. ان شاء الله عدد كبير جدا من الناشئين هيكونوا في او كانوا بالفعل او موجودين بالفعل في قائمه النادي الاهلي بكره. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه المهمه والصعبه التحضيريه لما هو قادم. ان شاء الله ايضا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال المباريات القادمه، وبكره ان شاء الله هكون مع حضراتكم على الهواء مباشره. بعد طبعا مشكور زميلي العزيزين كريم سعيد، اشكرك جدا يا كريم، اشكرك جدا دكتور احمد على وجودكم معانا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله بكره ميعادنا في تمام الساعه 11 وحلقه جديده من البيت الكريم.